السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير أنام محمد بن عبد الله. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من سلسلة لقاءات دورة أهل سما. واليوم بإذن الله تعالى، وبعد أن انتهينا من الهمز المفرد، اليوم بإذن الله تعالى الهمزتين من كلمة لأهل سما. أولا، إذا اجتمعت همزتا قطع في كلمة واحدة فالأولى همزة استفهام، ودائما تكون مفتوحة ومحققة لجميع القراء، والهمزة الثانية إما مفتوحة ومضمومة ومكسورة. الآن بالنسبة للهمزتين من كلمة لأهل سما، بنقسمها حسب حركة الهمزة الثانية إلى 3 مجموعات. نبدأ إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة. إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فلدينا مجموعتين، إما تسهيل وإما إبدال. الآن تعين التسهيل بنقسم أيضا لفرعين، اللي هو إما بالإدخال وإما بدون إدخال. فالآن اللي إذا كانت الهمزة الثانية من الهمزتين في كلمة، وإذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة، والذي يقرأ بالتسهيل من غير إدخال هم ورش وابن كثير. أما مع الإدخال هو الإمام قالون والإمام البصري. طبعا يتبقى اللي هو لدينا الإبدال، واللي هي عند الإمام ورش. إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإن الإمام ورش يبدل الهمزة الثانية إلى ألف، مع مراعاة طبعا إما الإشباع وإما القصر في الألف حسب حالة الحرف الذي بعدها من حيث الإسكان أم التحريك. فيخلصنا إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة. طيب، إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة عندنا مجموعتين، إما تسهيل من غير إدخال وإما تسهيل مع الإدخال. تسهيل من غير إدخال هو الإمام ورش مع ابن كثير، ومع الإدخال هو الإمام قالون والإمام البصري. والتسهيل أم الآن الحالة الثالثة، إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة فأيضا نفس القصة، عندنا تسهيل من غير إدخال وتسهيل مع الإدخال. تسهيل من غير إدخال يكون لورش وابن كثير، وتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال يكون الإمام القائلون والإمام البصري. هنا في عندنا حالة واللي هو الإمام البصري، يعني بزيد عن أصله، لأن أصله في الجميع اللي هو التسهيل مع الإدخال. أما إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة فيزيد وجه عدم الإدخال، فيزيد وجه عدم الإدخال، لكن المقدم اللي هو الإدخال. إذن من هذه الشريحة نستنتج أن الإمام ورش والإمام ابن كثير متحدين في أصولهم في الهمزتين من كلمة في جميع الحالات، لكن الإمام ورش في المضمون في إذا كانت الثانية مفتوح بزيد وجه الإبدال. تمام، هي الحالة الأولى. الحالة الثانية عندنا الإمام قالون والإمام البصري أيضا متحدين في الثلاثة أنواع، إلا الإمام البصري يزيد وجه طبعا اللي هو عدم الإدخال في إذا كانت الثانية مضمومة. تمام، طبعا الكلام اللي حكيناه هي نفس الشريحة هذه، لكن الشريحة في الأخير فيها غلط اللي هو بيش الدور الإمام البصري. فإذا الإمام قالوا لديه التسهيل مع الإدخال في الثلاثة أنواع، والإمام ورش لديه التسهيل من غير إدخال في جميع الأنواع، إلا أنه في الهمزة الثانية المفتوحة يزيد وجه الإبدال. تمام، وابن كثير لديه التسهيل من غير إدخال في الثلاثة أنواع، أما الإمام البصري شدوري اللي هو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في جميع الأنواع، وفي إذا كانت الثانية مضمومة يزيد وجه غير من غير إدخال، لكن الإدخال مقدم. الآن نأتي لبعض التفاصيل في بعض الكلمات اللي اختلفوا فيها أهل سما. أولا كلمة آمنتم من الأعراف وطه والشعراء، عندنا مجموعتين أهل سما، كلهم إلا قنبل في مجموعة اللي هم نافع والبزي والبصري يقرؤون بزيادة همزة استفهام مع تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال. مين هذول؟ كل أهل سما ما عدا قنبل. تمام، في آمنتم في الأعراف وطه والشعراء. طب الآن الإمام قنبل بتقسم كل نوع مذهب، يعني كل نوع بيختلف عن الثاني، يعني أي كل موضع، عفوا مش كل نوع، كل موضع بيختلف عن الثاني، يعني الأعراف بيختلف عن طه بيختلف عن الشعراء. أولا في موضع الأعراف يقرأ بزيادة همزة استفهام، أول حاجة يقرأ بزيادة همزة استفهام.
والوجهين فيها. إذا وصلناها بما قبلها يبدل الهمزة الأولى واوا ويسهل الثانية، تمام؟ أما عند الابتداء بها فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية. حال شبيهة لهذا الموضع، موضع الأعراف، اللي هو أأمنتم من سورة الملك. أأمنتم من سورة الملك نفس الأصل، يعني إذا وصلنا بما قبلها يبدل الأولى واوا، وإذا وصلناها يبدل الأولى واوا ويسهل الثانية، أما إذا بدأنا بها يحقق الأولى ويسهل الثانية. هيك خلصنا من موضع الأعراف لقنبل. يزيد همزة استفهام وله فيها مذهبين، إما أن يوصلها بما قبلها ويبدل الأولى واوا ويسهل الثانية، وإما إذا بدأ بها يحقق الأولى ويسهل الثانية. تمام. طيب الآن في موضع طه، فإنه يقرأها كما الإمام حفص. كما الإمام حفص، إيش يعني؟ يعني من غير زيادة همزة استفهام، كما هي مرسومة في الشريحة، من غير زيادة همزة استفهام. البز فيها زاد همزة استفهام، واللي هو البز وكل أهل سامع معه، يعني آمنتم يقرأها، لكن البز يقرأها، الباقيين يقرأوها بزيادة همزة استفهام مع التسهيل الثاني غير إدخال. أما موضع الشعراء قرأ بزيادة همزة استفهام مع تسهيل الهمزة الثانية، يعني هو في هذه في موضع الشعراء يتحد معه، لو قرأ بزيادة همزة استفهام مع تسهيل الهمزة الثانية. يعني بنقول أأمنتم بتاع سورة الشعراء كل أهل سمع قرأوها بزيادة همزة استفهام مع تسهيل الثانية من غير إدخال. طبعا طبعا في كلمة آلهتنا من سورة الزخرف آية 58، جميع أهل سمع قرأوها من غير إدخال، التسهيل الثاني من غير إدخال. أيضا كلمة أئمة نفس القصة، إذا عندنا آلهتنا وأئمة قرأوها تسهيل من غير إدخال، جميع أهل السماء قرأوا الهمزة الثانية تسهيل من غير إدخال، طبعا مع تحقيق الأولى. الآن في كلمة أشهد من سورة هي من سورة الزخرف وليس الأعراف، في سورة الزخرف شهدوا خلقهم. الآن أهل السماء قسموا فيها إلى مجموعتين، أول الإمام نافع. الإمام نافع قرأ بزيادة همزة مضمومة بعد الهمزة الأولى مع إسكان الشين، هي أول حاجة وصف الكلمة، يعني قرأها أشهد أشهد. بالنسبة للهمزات قرأ بتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال، قرأ بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال، هذا الوجه المشترك بينهم. لكن المقدم تاع الإمام قالون، اللي هو على أصل الإمام قالون، اللي هو إيش؟ التسهيل مع الإدخال. إذا الإمام نافع بنقول في أشهد له وجهين، الوجه الأول ويكون فقط لقالون اللي هو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، أما الوجه الثاني هو المشترك لقالون وورش، يكون التسهيل في الهمزة الثانية من غير إدخال. تمام. يعني الآن بالنسبة لقالون، بالنسبة لورش هو متفق مع أصله، تمام، لكن الإمام قالون يعني متفق، زاد وجه على أصله هو وجه عدم الإدخال. لكن الإمام ابن كثير والإمام البصري قرأوها كحفص أشهدوا خلقهم. تمام. لا بالنسبة لكلمة أعجمي، يعني هو هنا الكل قرأها على أصل، ولكن ذكرهم من باب التنبيه فقط مقارنة بحفص. فالإمام الورش بن كثير تسليم غير إدخال، وقالون البصري تسليم على الإدخال، وطبعا بما إنه الثانية مفتوحة فيبدل الورش مع الإشباع، يبدلها إلى ألف مع الإشباع. طيب نختم بالاستفهام المكرر. طبعا الاستفهام المكرر ورد في القرآن الكريم في 11 موضعا من في 9 سور. نأتي لتفصيلها لأهل السماء، بنقول الإمام نافع أولا قرأ في 9 مواضع بالاستفهام في اللفظ الأول وبالإخبار في اللفظ الثاني، هذا أول 9 مواضع. وظل عندنا موضعين اللي هو النمل والعنكبوت بالعكس، بالإخبار في اللفظ الأول والاستفهام في اللفظ الثاني. طبعا لا يخفى مراعاة أصل كل قارئ في موضع الاستفهام. أما الإمام ابن كثير فقرأ في 10 مواضع بالاستفهام في اللفظ الأول والثاني، وقرأ في موضع صوت العنكبوت بالإخبار في اللفظ الأول والاستفهام في اللفظ الثاني. يعني الإمام ابن كثير في العنكبوت متفق مع اللي هو الإمام نافع. تمام. أما البصري فقرأ في جميع المواضع بالاستفهام في اللفظ الأول والثاني، قرأ في جميع المواضع بالاستفهام في اللفظ الأول والثاني.
وهيك نختم إن شاء الله هذه المحاضرة السريعة، والأسبوع المقبل إن شاء الله نكمل بقية باب الهمزات. في الختام أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.